الميموري لو انا قلت لك عندك رام عباره عن مثلا 1 ميجا بايت، طبعا هي ما هديتش 1 ميجا، هي بالجيجا بايت بس، يعني احنا ايه تعالوا نقول رام 1 ميجا بايت. طيب هي هنقسمها جزئين، 1 ميجا بايت، البايت ده اللي هو كام بت؟ ده 8 بت بالشكل ده، ده بايت. طيب انت عندك كام بايت؟ 1 ميجا، 1 ميجا ده يعني قول 10 أس 6 مليون، فانت عندك مليون بايت في الرام. ده خلي بالك ده انا بتكلم على 1 ميجا، انما طبعا احنا بنتكلم في جيجا بايتس دلوقتي، فيعني انت بتتكلم في مليارات البايتس اللي عندك، تمام؟ فالرام بتاعتك بتبقى متقسمه عباره عن بايتس، وعلى حسب بقى هي مساحتها قد ايه. فلو انت عندك مثلا 1 ميجا بايت، فده الادرس رقم 0، ده 1، لحد ما توصل للادرس رقم كام؟ رقم مليون. يبقى ده بالنسبه للرام. طبعا كل ما المساحه تزيد كل ما ايه عدد البايتس الموجوده هتزيد. طيب الرام نفسها علشان تاكسس مكان معين او بايت معين فيها انت محتاج تقول للعنوان قد ايه، فعشان كده الارقام اللي جنب كل بايت ده اللي هو الادرس بتاع الميموري، الميموري ادرس. طيب ده بيبقى كام بايت؟ ده بيبقى على حسب السايز بتاع الميموري. مثلا لو عندك 1 ميجا بايت، فعشان اعرف السايز بتاع الادرس فهو هيساوي لوج 2 للواحد ميجا اللي هي المفروض انها 2 أس 20، فده معناه ان انت عندك 20 بت ادرس، يعني الادرس بيتكتب في 20 بت. اشمعنى 2 أس 20؟ ما 2 أس 20 هي ال 10 أس 6. المليون دول يتخزنوا في كام؟ في 20 بت علشان يقدر يشيل الرقم كله. فالادرس هنا بيبقى له سايز، ده هنسميه الادرس او هنسميه الاي ار، ده الادرس ريجستر. الادرس ريجستر ده بيتكتب فيه رقم البت او الرقم البايت اللي انت عايزه من الايه من الرام. يبقى ده بالنسبه للادرس. انا خلاص وصلت العنوان اللي انا عايزه، سي مثلا البايت دي. طيب انت هتعمل حاجه من الاثنين، يا اما هتريد يا هترايت. فبيبقى فيه هنا في الرام تو كنترول سيجنال، هل انت عايز تكتب ولا عايز تقرا من الرام؟ يعني مثلا لو انت بتكتب في برنامج الوورد، فبرنامج الوورد كل كلمه انت بتكتبها فهي بتكتب في الرام، فانت بتكتب في اماكن معينه في الرام. طيب لو انت عايز تقرا من الرام زي مثلا صوره انت خدتها من الهارد ديسك حطيتها وعايز تعرضها على الشاشه، فانت بتقرا من الرام. فالرام انت يا اما بتريد منها يا بترايت منها. ففي كنترول سيجنالز بتبقى تو اشارتين كده هم اللي بيحددوا انت هتريد ولا هترايت. طب الداتا نفسها بتروح فين؟ الداتا نفسها بتتخزن في ريجستر اسمه الدي ار. الدي ار ده بيخزن البايت اللي انت قريته او اللي انت عايز تكتب فيه. طيب يبقى احنا كده متفقين احنا عندنا عمليتين، ريد ورايت، والادرس ده اللي هو عباره عن ايه؟ ده اللي بيتكتب فيه العنوان اللي انت عايز تاكسس بيه مكان معين في الميموري، ومساحته بتعتمد على او السايز بتاعه بيعتمد على مساحه الرام. طب الدي ار ده بيتكتب فيه البايت او بتخزن قيمه البايت اللي انت عملت لها اكسس بالادرس. طب تعالوا بقى نمسك الريد بيتم ازاي والرايت بيتم ازاي. طب لو انا عايز اريد من الميموري اعمل عمليه ريد. طب اول حاجه بتحدد الادرس، دي اول خطوه. هقول له ان الادرس اللي هو الاي ار حط جواه قيمه الادرس اللي انت عايزه. عشان كده برمجت الاسمبلي يعني او في السي، الناس اللي برمجوا بالسي بتاكسس بحاجه اسمها البوينترز. البوينترز دي على فكره هي بتجيب العنوان اللي انت واقف فيه في الميموري دلوقتي او في الرام دلوقتي. فالادرس ده نفترض ان انت عارفه بتحطه في الاي ار. ثاني خطوه اللي هو الادرس ريجستر ده، خلاص هو حدد المكان اللي انت عايز تقرا منه. الخطوه الثانيه بتحط الريد كنترول سيجنال بواحد، فانت بتاكتف دي بتقول له انا هريد. اول ما بتقول له انا هريد اللي بيحصل ايه بقى؟ قيمة الريجستر بتتنقل للدي ار. فالدي ار بيتحط فيه قيمة الميموري
للادرس اللي انت حددته. فام اوف اي ار دي معناها ايه؟ معناها تاخد الكونتنت اللي في اللي هو في الميموري المناظر للادرس اللي هنا وتحطه في الدي ار. ده معنى العمليه دي. يبقى الدي ار دلوقتي فيه قيمه البايت اللي انت عايزه، تمام؟ دي عمليه الريد. طب لو انا عايز رايت، عايز اكتب في الميموري، طيب اول حاجه برضو لازم تحدد لي المكان اللي انت عايز تكتب فيه. فاول حاجه هحدد الادرس، هحطه بالقيمه اللي انا عايزها، هحط في الاي ار قيمه الادرس. الخطوه الثانيه، مش انت هتكتب الديتا اللي انت عايزها حطها جوه الدي ار. فالديتا اللي انت عايز تكتبها في الميموري حطها في الدي ار، يبقى الادرس فيه العنوان والدي ار فيه الديتا اللي انت عايز تكتبها. ثالث خطوه بتحط الرايت بواحد، يعني بتكتب الرايت، يعني بتقول له انا هكتب في الرام. فاول ما ده يحصل هياخد قيمه الدي ار يحطها في الكونتنت بتاع الرام اللي انت محدد الادرس بتاعه. فرابع خطوه هياخد الكونتنت اللي هو موجود في الدي ار ويحطه في الميموري لوكيشن اللي في الادرس اللي انت محدده. فهياخد دي ار يحطها جوه مين؟ جوه الرام. يبقى دي خطوات الريد ودي الرايت. يبقى الميموري دلوقتي ليها ادرس وديتا وفيها كنترول اللي هو الريد والرايت. ده بالنسبه للرام. طبعا احنا بيبقى عندنا مجموعه من الانبوتس والاوتبوتس الاي او. طيب هدي على سبيل المثال المايكرو كنترولر. هو المايكرو كنترولر برضو يعني عشان اقرب لكم الموضوع، هو بيبقى فيه مجموعه من الانبوتس والاوتبوتس متوصله بالمايكرو كنترولر ده. فالانبوتس والاوتبوتس دي بتبقى محطوطه في شكل بورت، تبقى بورت A، بورت B، بورت C، في عباره عن مجموعه من البورتس اللي موجوده عندنا. ده مايكرو كنترولر او بورت معين في مايكرو كنترولر. في تو ريجسترز، حاجه اسمها التريس وحاجه اسمها البورت. التريس ده بيحدد اذا كانت انبوت ولا اوت، يعني ده مثلا واحد فده معناه ان ده انبوت، يعني ده داخل على الكمبيوتر او البروسيسور. اذا ده معناه اوت يبقى ده خارج من البروسيسور. طيب الداتا نفسها بتبقى ايه؟ بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في البورت نفسه، الريجستر كده اسمه البورت فيه فاليو بتاعت الداتا. يعني مثلا ده موتور متوصل بانكودر او سنسور بيقيس السرعه، السنسور ده داخل على الانبوت، فده بيسجل قيمه الانبوت فيه على البورت ده او على البنايه دي. ده مثلا سويتش او زرار، الزرار ده برضه هو بيبقى اوني اوف، لو انا مش ضاغط ايدي على الزرار فبيبقى مسجل زيرو، لما اضغط على الزرار بيسجل واحد. الزرار الواحد بيتسجل هنا ودي متعرفه على انها انبوت. وهكذا يعني عندي برضه مثال للليد وده برضه خارج، لو انا خرجت على الليد دي مثلا واحد فهتنور، لو خرجت عليها زيرو تنور. ده تخلي الانبوت اوتبوت بورتس في المايكرو كنترولر. اللي قدامنا دي مثلا ده مايكرو كنترولر متوصل ب ال سي دي، دي شاشه ال سي دي ليها كونكشنز كتير. مجموعه البنز اللي قدامنا دي ده عباره عن بورت معين في المايكرو كنترولر متوصل بمخارج ومداخل توصيلات ال ال سي دي بحيث انها تقدر تكتب او تعرض اي حاجه على الشاشه. طبعا في من ضمنها طبعا حاجات خاصه بالكنترول، يعني دي مثلا التوصيلات اللي قدامنا دي خاصه بعمليه الريد والرايت والانيبل على ال سي دي. فالثلاثه دول اللي هم اربعه وخمسه وسته دول متوصلين بالمايكرو كنترولر، يعني اكنهم دول هم الكنترولز اللي بتعمل عمليه الكنترول على الريد والرايت او كنترول سيجنالز على ال دي. الداتا نفسها بتتحط هنا، فدي اللي هي الحاجه اللي انا عايز اطبعها على ال سي دي. ده الاوتبوتس بتاعتي او الانبوتس بيبقى لها مداخل ومخارج كتير، ودي انواع المداخل والمخارج اللي شايفينها، الاوديو والاتش دي ام اي والفيجا، دي انواع كتير لمداخل ومخارج البورتس. فده اللي هو زي ما بيقولوا البنز او شكل البورت من بره عامل ازاي. طب انترنالي بيبقى عامل ازاي؟ لو خدنا مثال على سبيل المثال الفيجا بيبقى برضه له ترتيب معين للبنز اللي جوه، 1 2 3 مثلا 4. الكونكشن دي مثلا هنا متوصله باردوينو، بياخد البيانات اللي هو محتاج يقرا ويكتب عليها من كارت الفيجا ده او من البورت بتاع الفيجا، ومتوصله مجموعه من البنز جوه الاردوينو. فده اللي هو اللي انت بتبقى شايفه، انما من جوه بيبقى ليها توصيلات معينه على المايكرو كنترولر او حتى المايكرو بروسيسور. فده مثال للانبوت والاوتبوت بورتس. تمام. طيب الانبوت والاوتبوت عامل زي الرام برضو، بيبقى عباره عن مثلا ده بورت A، بورت B،
مثلا بعدد البورتس اللي جوه، مثلا بورت ام مثلا ايا كان عدد البورتس اللي جوه. البورتس دي هي شويه ريجسترز متصل بيها انبوت واوتبوتس معينه، تمام؟ فدي ريجسترز. طيب انا عشان اوصل لكل بورت، البورت ده بيبقى له حاجه اسمها بورت نمبر، يعني البورت رقم صفر، البورت رقم واحد، لحد مثلا البورت رقم ان، عندك مجموعه من البورتس. فسي ان انت عندك مثلا اربعه بورتس، يعني بورت A وB وC ودي، فعندك اربعه بورتس، فعندك من صفر لثلاثه. فانت عشان تاكسس حاجه معينه لازم تكتب هنا البورت نمبر بتاعك، ولكن البروسيسور او الادرس بيتكتب في شكل كام بت. يعني انا عايز اكتب من صفر لثلاثه، فانا محتاج 2 بت. يعني لو كتبت 0 0 يبقى انا عايز اجيب البورت رقم 0، لو مثلا 0 1 يبقى انا عايز اجيب البورت رقم 1. فالادرس ده بيعدي على حاجه اسمها ادرس ديكودر علشان ياكسس اي اليمنت من ده. وعلى فكره الادرس ديكودر ده برضو موجود في الرام، يعني مش انا دلوقتي كنت قلت لك الادرس بيتكتب في شكل مثلا 2 بيتس، والمثال بتاع الرام اللي احنا كتبناه المره اللي فاتت كان 20 بت، ازاي بقى ياكسس لوكيشن معين؟ فهو دلوقتي ده بيبقى ديكودر. على فكره الديكودر ده بيبقى مثلا ده ديكودر 2 في 4، فلو انت كتبت 1 0 فبيخلي كله صفار ما عدا المكان اللي انت عايزه هو اللي بواحد، فانت اكسست البورت ده او الميموري لوكيشن اللي انت عايزه. فالادرس او الادرس ريجستر بيبقى متصل بحاجه اسمها ادرس ديكودر عشان يجيب المكان اللي انت عايز توصله. فاللي موجود هنا كبورتس للانبوت والاوتبوت برضه موجود في الميموري لوكيشن، الاي ار متصل بادرس ديكودر عشان يجيب اللوكيشن اللي انت عايزه، فنفس الكونسبت في الاثنين. طيب يبقى ده بالنسبه للريجستر. وبرضه في هنا الداتا اللي انت سواء عايز تكتبها في الريجسترز اللي جوه او عايز تطبعها، يعني سواء تريد او ترايت، برضه في داتا ريجستر موجود للانبوت اوتبوت بورتس كلها. وبرضه في امرين ريد ورايت، هل انت عايز تكتب في بورت ايه؟ فلو عايز اكتب في بورت ايه احط الرايت بواحد، حدد العنوان واكتب الداتا بتاعتك هنا، وبعد كده اول ما احط الرايت بواحد قيمه الداتا هتروح للبورت اللي انت عايزه. طب لو عايز تريد، يعني عايز اقرا قيمه بورت سي، فبورت سي لازم احط دي مثلا بزيرو واحد، فكده انا حددت مكان بورت سي. اول ما تحط الريد بواحد قيمه بورت سي تتحط فين؟ في الداتا ريجستر اللي هنا. فنفس الميكانيزم بتاع الميموري او الرام برضو موجود في الانبوت اوتبوت بورت، تمام؟ طيب ولكن الداتا اللي بتبقى موجوده لكل انبوت واوتبوت متصل ببورت معين بيبقى ليها طبيعه مختلفه، والجهاز بيبقى له سرعه مختلفه. يعني على سبيل المثال مثلا كانبوت اوتبوت، لو انا قلت مثلا الكيبورد، الكيبورد دي انبوت يونت، الكيبورد دي بتفهم الاسكي كود بتاع كل حرف، يعني مثلا حرف الاي له اسكي كود معين، والبي له حرف معين، الباك سبيس او الباك سلاش مثلا ليها كود معين، فالكود ده اسكي كود بيتكتب في 7 بت، واخد كودنج لكل البرنتد نمبرز او البرنتد ليترز اللي موجوده عندك. طيب الطبعه البرينتر ده اوتبوت يونت. طيب الطبعه بتفهم ايه؟ بتفهم كود اسمه الاي بي سي دي اي سي، الاكستندد باينري كودد ديسيمال انترتشينج كود، ده حاجه زي الاسكي كود كده بس بتفهمه بشكل معين. والبرينتر برضو يعني ده اوتبوت يونت. طيب في عندنا حاجه تانية مثلا زي مثلا السكرين، الشاشه برضو بتتعامل مع الاسكي كود بشكل معين، بس هي بتطبع في شكل بيكسلز، يعني هي الموضوع كومبليكيتد شويه في السكرين، ولكن بتفهم كود معين عشان تعرف تبرنت على السكرين بتاعتك. طيب دلوقتي كل واضح ان كل انبوت واوتبوت بيفهم بلغه مختلفه، يعني ممكن الكيبورد بتتعامل بالاسكي، البرينتر بيفهم اي بي سي دي، السكرين بتفهم بشكل محدد عشان عايزه تعرض على بيكسلز محدده. فكل يعني كل انبوت اوتبوت ديفايس عندك له لغه مختلفه. كان بقى نقدر يعني نفهم كل الكلام ده ويبقى في حلقه وصل مظبوطه ما بين البروسيسور
وما بين الانبوت اوتبوت بيتحط حاجه في النص اسمها انترفيس. عارفين الانترفيس ده اللي هو ايه؟ يعني لو شاشه اللي هو كارت الشاشه، لو برينتر ففي كارت كده او اللي هو الاي سي الخاصه بالطباعه، لو عايز تتعامل مع نتورك لازم عندك حاجه اسمها كارت شبكه اللي هو الانترفيس ده درايفر. اللي هو درايفر، يعني بلغه الامبيدد بنسميه درايفر، اللي هو البرنامج اللي انت بتسطب على، يعني كارت الشاشه برضو بيبقى له برنامج كده اللي هو الدرايفر بتاعه، ما هو بيبقى عباره عن هاردوير وسوفت وير. فالانترفيس ده او الدرايفر زي ما انت قلته هو عباره عن برضو جزء هاردوير اللي هو الكارت نفسه زائد سوفت وير اللي هي اسطوانه التعريف بتاعته او البرنامج اللي بيعرفه. الانترفيس ده وظيفته ايه بقى؟ هو بيمانج الايقاع ما بين الانبوت اوتبوت والمايكرو بروسيسور. يعني مثلا البروسيسور بتاعك سرعته مثلا ما نفترض 4 جيجا هرتز، وهو مثلا ده كل بروسيسور وهو مثلا 8 كورز، ولكن البرينتر او ايا كان السكند ستورج بيبقى بطيء، ما يقدرش يعني يتعامل بنفس سرعه البروسيسور. فهتلاقي بيبقى الانبوت اوتبوت بيبقى فيه زي بافر كده عشان يقرا براحته، يعني من الرام او من الحاجه اللي شغاله البروسيسور يبعت الداتا للانبوت اوتبوت. وارد البروسيسور بيبعت بسرعه كبيره بس الانبوت اوتبوت بطيء في الاستقبال، فالانترفيس اللي في النص ده زي ما يكون فيه كده زي بافر بيستقبل الداتا دي علشان يبعتها براحته للانبوت اوتبوت. يعني ده سريع جدا وده بطيء جدا، زي الهارد ديسك على فكره. الهارد برضو بيبقى بطيء، يعني ان انت تاكسس حاجه من على الرام غير لما تاكسس حاجه من على الهارد. ما الهارد ده نقدر نعتبره زي سكند ستورج بريفرال برضو، انت ممكن توصل هارد يو اس بي من بره، فده يبقى عباره عن انبوت اوتبوت يونت خارجيه او اللي هو اكسترنال ستورج، ممكن توصل فلاشه. ليه القرايه من على الفلاشه بتبقى بسرعه مختلفه عن القرايه مثلا من على الهارد او من الرام؟ لان كل جهاز او كل انبوت اوتبوت بيبقى له سرعه مختلفه. مين اللي يمانج بقى السرعه بتاعت البروسيسور مع سرعه الاي او؟ الانترفيس او الدرايفر اللي في النص. فهو بيعمل عمليه سينكرونايزيشن، عمليه بالانس كده للسرعه دي اسمها سينكرونايزيشن. بيعمل عمليه الكود كونفرجن، عمليه تحويل الاكواد. يعني مثلا المايكرو بروسيسور بيبعت الحاجه اسكي، والانبوت اوت زي البرينتر بتتعامل بالاي بي سي دي اي سي كود، فالانترفيس ده هو اللي بيماب الاسكي كود للكود ده، بيعمل عمليه التحويل دي. فالانترفيس هو المترجم ومنسق الايقاع ما بين الانبوت اوتبوتس وما بين البروسيسور. تمام. طيب ده بالنسبه للانبوت اوت. تعالوا بقى نشوف الانبوت اوتبوت مع الميموري والبروسيسور بقى. البروسيسور ده البروسيسور اهو او المايكرو بروسيسور، ودي الرام دي المين ميموري، ودي الانبوت اوتبوت. طيب اتفقنا ان الرام فيها عمليه ريد ورايت، فالبروسيسور او تحديدا يعني بيني وبينك كده الكنترول يونت بتاعت البروسيسور هي اللي بتدي اوامر الريد والرايت للرام، لان يعني البروسيسور ده زي ما قلت هو بقى العقل بتاع الكمبيوتر كله، هو اللي بيتربط كل حاجه بيه. فهو اللي بيقول للرام انا عايز اريد منك ولا رايت منك. ونفس الكلام بالنسبه مين؟ للانبوت اوت، هو اللي بيقول لك انا عايز اريد من مثلا من كيبورد ولا عايز رايت على طبعه او على شاشه. برضو ده كله الاوامر بتاعت الانبوت اوت متوصله بالبروسيسور. طيب هل هي سنجل دايركشن؟ يعني بالنسبه للرام سنجل دايركشن، بس خلي بالك الانبوت يونت تقدر هي اللي تدي امر للبروسيسور. عارفين الامر اللي بيروح من الانبوت اوتبوت للبروسيسور اسمه ايه؟ الانتربت. يعني لو في داتا بقت جاهزه وانت مثلا ضغطت على زرار في الكيبورد، فدي حاجه انت عايز تعملها، ضغطت انتر على الكيبورد ده امر انت عايز تعمله، ضغطت كليك بالماوس دي حاجه انت عايز تعملها. لو البروسيسور مثلا شغال مثلا بيشغل اغنيه، مشغل فيديو، مشغل اي حاجه، وانت مثلا قمت ضاغط بالكليك في اي مكان معين او عايز تفتح فايل تاني، فهو البروسيسور هو سنجل بروسيسور هيسيب اللي في ايده ويروح لاشاره الانتربت اللي جات لك من الانبوت يونت. يعني الانتربت دي او الكليك
بتترجم في شكل انتربت، بتقول للبروسيسور اصحى انا عايز اعمل حاجه. فدي الحاله الوحيده اللي الانبوت اوتبوت بتامر البروسيسور يعمل حاجه، وهو بقى بيروح يتعامل مع الانبوت اوتبوت. طيب شايفين اللي انا كاتبه ده كله ايه؟ ده بيسموه الكنترول بس، الاوامر اللي رايحه جايه ما بين الميموري والرام والبروسيسور، ده اسمه الكنترول بس، اوامر الريد والرايت والانتربتس والكلام ده. طيب دلوقتي عمليه الريد والرايت، انت عشان تقدر تقرا وتكتب من رام او تقرا وتكتب على انبوت اوتبوت ديفايسز، انت محتاج تحدد عنوان المكان اللي انت عايز تكتب فيه في الميموري او هنا. فالعنوان ده بيبقى هو الادرس بس، طبعا ده بيدخل هنا وبيدخل برضو على الانبوت اوتبوت. فالادرس بس بيروح للرام وبيروح لمين؟ للانبوت اوتبوت، عشان يحدد مكان او اللوكيشن بتاع الميموري اللي عايز ياكسسه، او المكان اللي انت عايز تحدده فين في الانبوت اوتبوت. وخلي بالك الادرس بس كده بيبقى يعني ايه، حته صغيره كده، بيبقى فيه هنا ديكودر عشان يترجم العنوان للوكيشن معين في الميموري، واحنا شفنا الحته دي في الانبوت اوت. طيب الادرس بس مساحته بتتحدد على اي اساس؟ على حسب بقى مساحه الرام اللي موجوده جوه وعدد البورتس الموجوده. فطبعا الادرس بس كل مكان كبير يعني يقدر يشيل لوكيشنز كبيره. طيب دي الادرس. طب احنا قلنا ان الرام والانبوت اوت في داتا، اللي هي الداتا ريجستر اللي هو عليه الداتا نفسها. الكلام ده بقى بيتحط فين؟ في حاجه اسمها الداتا باس. الداتا باس ده عباره عن ايه؟ دي البيانات بقى اللي رايحه جايه من الرام والبروسيسور، واللي رايحه جايه ما بين الانبوت وايه؟ والبروسيسور. يبقى احنا عندنا كام نوع من انواع الباسز جوه المايكرو بروسيسور سيستم؟ ثلاثه، الكنترول باس والادرس باس والداتا باس. وطبعا انا عشان افهمك كل واحده ما كانش ينفع ارسم لك الرسمه دي، احنا فهمنا كل كومبوننت لوحده بتريد وترايت منه ازاي، ودلوقتي فهمنا الكونكشنز ما بينهم عامله ازاي. طيب كلمه بقى الكونكشنز ما بينهم عامله ازاي، اتخلق عليها اركتكتشرز جديده. يعني ايه؟ شايفين الكنترول باس ده؟ في بعض الاركتكتشرز بتعمل كنترول باس خاص بالرام وكنترول باس خاص بالانبوت اوتبوت. تمام؟ الحاله دي بيسموها الايزوليتد اي او. ايزوليتد اي او باس. الايزوليتد اي او باس ده عباره عن يعني كنترول، اشارات كنترول خاصه بالرام واشارات كنترول خاصه بالاي او. في بعض الاركتكتشرز الثانيه بتعمل امر ريد ورايت واحد للاثنين، دي بيسموها المابد اي او باس. المابد اي او باس اللي هو ان الريد والرايت نفس الاشاره للرام ومين؟ والانبوت اوتبوت. ولكن عيب المابد اي او ايه؟ ان معنى ان انت بتقول مثلا سي انا هعمل رايت، رايت يعني ايه؟ هياخد الكونتنت اللي في الداتا باس هيحطه في الانبوت اوتبوت في البورت المناظر ليه، وهيرايت في الرام في نفس الوقت. يبقى انت كده بتضيع حته من الرام في الفاضي، مع انك انت كنت تقصد تكتب في مين؟ في طبعه. يعني لو انت بتخاطب انبوت اوتبوت بورت معين وعايز تكتب فيه، معنى ان الاثنين واخدين نفس اشاره الرايت، فانت هتكتب هنا وهتكتب هنا في نفس الوقت، مع انك انت عايز ده بس. فانت عشان توفر في الباسز هدرت في الميموري، بقيت بتكتب في الرام كمان. انما الايزوليتد ميزته ايه بقى؟ ان هو بيحافظ على الرام. لو انت عايز تقرا وتكتب من الرام ففي ريد ورايت مستقله ليه، عايز تقرا وتكتب من الاي او في كنترول باس خاص بيه. فده اركتكتشر وده اركتكتشر. تمام؟ يبقى ده اسمه المابد اي او وده اسمه الايزوليتد اي او. طيب نقطة كمان في الاركتكتشرز وسمعتوا عنها كتير. في عندنا اركتكتشر اسمه فون نيومان واركتكتشر تاني اسمه هارفارد. ايه الفرق ما بين التو اركتكتشرز؟ الرام. تعال نمسك الرام بقى نفسها. الرام بتخزن كام حاجة؟ احنا قلنا بتخزن نوعين. بتخزن الابلكيشنز اللي هو فيه الكود نفسه بتاع البرنامج، والديتا اللي هي مثلا الصورة أو التكست أو الحاجة اللي أنت عايزها. الاركتكتشر بتاع فون نيومان بيخلي الادرس باس والديتا باس واحد للاثنين، يعني سواء ابلكيشن او ديتا
فالادرس باس والديتا باس هو نفس المسار. في اركيتكتشر تاني اسمه هارفارد، ده بيعمل ايه؟ بيبقى فاصل الابليكيشن عن الديتا، فبيبقى في مسار للعنوان ومسار للديتا، يعني ده ديتا باس وده ادرس باس للديتا بس، وفي ادرس باس وديتا باس مفصول للابليكيشن بس، الاوامر بتاعه الابليكيشن. فالاركتكتشر ده بيسموه هارفارد، الهارفارد اركتكتشر. طيب ده بنلاقيه فين؟ الهارفارد اركتكتشر بيبقى موجود في المايكرو كنترولرز، بيبقى فاصل الجزء بتاع الابليكيشن عن الديتا. طيب الفون نيومان اللي هو بيبقى يعني الادرس سواء ابليكيشن او ديتا الاثنين واحد بالنسبه له، الرام كلها بالنسبه له حته واحده، ده بيستخدم في المايكرو بروسيسور سيستمز اللي احنا بنتعامل بيه زي انتل والحاجات دي، تمام؟ فده اركتكتشر وده اركتكتشر. فكل اركتكتشر مختلف من حيث ايه بقى؟ من حيث الباسز، التوصيلات بتاعتها عامله ازاي، يعني الادرس باس واصل، يعني الكنترول سيجنال واحده لكله ولا كل واحد، يعني الانبوت اوتبوت لوحده والرام لوحده. بالنسبه للرام في جزء ابلكيشن وجزء داتا، هل هما الاثنين واحد فون نيومان ولا ده حاجه وده حاجه زي هارفارد؟ ففي الاخر هو نفس الفكره، يعني هو بيوفر في الباسز والمساحات، تمام؟ طيب نمسك كده مواصفات كل باص من دول ونشوف ايه اللي بيميز كل واحد عن التاني. كده الادرس باص، الادرس باص بيبقى فيه يعني كدايركشن، هو يوني دايركشن، يعني ايه؟ اتجاهه من المايكرو بروسيسور للرام او الاي او هو اتجاه واحد، لان كده كده انت اللي يعني سواء هتقرا او هتكتب، فالمايكرو بروسيسور هو اللي بيحدد مكان العنوان. فعشان كده يعني الرام مش هتقول للبروسيسور على عنوان، فده يوني دايركشن. طيب مساحه الباص ده السايز بتاعه ايه؟ يعني كم مسار؟ السايز بتاعه بيبقى انديكيشن للميموري سايز. يعني مثلا لما كنا قلنا الادرس باس كان 20 بت، ده معناه ان الرام اللي متوصله تشيل من 0 لحد 2 اس 20، يعني فيها 1 ميجا بايت. طب لو كانت دي مثلا 30 بت او 32 بت، يعني تشيل لحد 2 اس 32. فكل ما الادرس باس السايز بتاعه زاد، كل ما الميموري لوكيشنز اللي انت تقدر تاكسسها بقت كبيره. فده بالنسبه لمين؟ للادرس باس. فالسايز بتاعه بيبقى انديكيشن للميموري سايز، يعني كل ما كان زياده كل ما انت عندك ميموري اكبر. طيب الداتا باس، الداتا باس ده بقى باي دايركشن، يعني ايه؟ لان انت طبعا بتريد وبترايت، فممكن تكتب في الرام او تقرا من الرام، فعشان كده الدايركشن ما بين المايكرو بروسيسور والرام او الاي او رايح جاي، ممكن ده يكتب هنا او يعني يدي امر قرايه او كتاب على حسب، رايح جاي ما بينهم. طيب السايز بتاع الداتا باس انديكيشن لايه؟ للسبيد. بنسمع كتير قوي يقول لك الويندوز بتاعك 32 ولا 64، يعني مثلا الداتا باس لو هي 32 بت، ده معناه ان هي تقدر تنقل 4 بايت في اللحظه الواحده. ما هو 32 بت يعني 4 بايت، ما 4 في 8 32، فتقدر تبعت 4 بايت في نفس اللحظه. طب لو كانت 64 يعني تقدر تنقل 8 بايت في اللحظه الواحده في الامر الواحد. فهو يقدر يمشي كام بايت في المسارات بتاعه الداتا؟ فطبعا كل ما كانت اكبر كل ما كانت اسرع، فعشان كده طبعا ال64 افضل من ال32. ولكن افرض انت البروسيسور بتاعك ما بيقدرش يشيل ال64، فانت بتبقى مجبر على ال32. طيب اللي هو الويندوز الاوبريتنج سيستم هو اللي بيحدد عشان يترجم كل اللي احنا عمالين نقوله ده. طيب لو انت يعني عندك ويندوز او مايكرو بروسيسور يقدر يستحمل ال64، يعني عنده داتا باس يقدر يشيل 64 بس سطبت عليه 32، فانت بتستهلك نص المسار بس والباقي انت سايبه فاضي. فطالما تقدر تنزل ال 64 نزل ال 64. فالداتا باس السايز بتاعه بيحدد كانديكيشن للسرعه بتاعت نقل الداتا، فطبعا ال 64 ضعف السرعه. طيب بالنسبه للكنترول باس،
الكنترول باث هو باي دايركشنال. ليه باي دايركشنال؟ المايكرو بروسيسور والتوصيل ما بينه وما بين الرام والانبوت اوتبوت رايح جاي. طب يا باشمهندس الطبيعي ان المايكرو بروسيسور بيدي امر للرام او الروم عشان يقرا يعني ريد او رايت، طيب ليه جاي؟ فاكرين قلنا ليه؟ عشان الانتربت. افرض في انبوت معين عايز ينتربت البروسيسور، حاجه ايرجنت، اليوزر عايز يعمل حاجه، يفتح ملف، بيدبل كليك على حاجه معينه، فعشان كده في اشاره بتروح من الانبوت للبروسيسور. عشان كده الكنترول باس هو باي دايركشنال، رايح جاي ما بين الاثنين، تمام؟ على عكس مثلا الادرس باس بيبقى اتجاه واحد. يبقى احنا كده فهمنا الاركتكشر بتاع الرام لوحده والانبوت اوتبوت بورت والتوصيل ما بينهم من خلال الباسز.